صبحكم بالخير. امبارح عملت فيديو، اليوم مجبور كمان اعمل فيديو لانه الاحداث عم بتخليني ان نكون على الماركت. اولا بدي احكي لكم هالقصة. هالرسالة انا بالحقيقة بدي وديها للقيادة الاستراتيجية بالحراك الشعبي بالثورة الشعبية بلبنان، وبتمنى على كل واحد منكم عنده حدا بهالثورة وبهالحراك يمكن تودوله هالفيديو. موفق الربيعي طبيب من العراق، بيحمل حاله وكان بغرفة بيستدعوه على المخابرات. بالحقيقة أول مرة استدعوه كانت نزهة، ما فيها شيء، شيء طبيعي. تاني مرة بيجيبوه من غرفة العمليات عن أيام المجرمين الأربعة، النظام الإرهابي تبع الخميني بإيران ونظام الأسد بسوريا. حافظ الأسد هيدا واوي صغير هيدا بالشهر، والنظام الإجرامي والإرهابي كمان مثل الأسد ومثل إيران صدام حسين، ونفس الشيء معمر القذافي. فبيجيبوه من غرفة العمليات وضاء من الدنيا مثل ما عم بيضوء شعبنا بسوريا بهالإجرام اللي صاير بالسجون. طلع مورم جسمه، الغاية يبدو انه من عند امه عشيرة كبيرة كتير، تواسطوا وطلعوا وراح قعد بلندن. هلا بلندن نتفاجئ على انه كيف بدن يعملوا العراق 1990 مثل خطة محمد بن سلمان السعودية 2030. فكانت بالحقيقة 400 باوند انك تاخد بطاقة تفوق تعود. فانا ما كنت كتير مغروم وبكره نظام بيت الاسد بسوريا حافظ الاسد ونظام الخميني ونظام صدام حسين، وكلهم مكفيين واكتر معنى. فبعت حد الدكتور موفق، نسيت اسمه هلا قلت لكني صرت بنسي، الربيعي. فبيقوم وزير، كان في وزير النفط وكان في وكيل وزارة الخارجية بينهم برتبة وزراء. بس شو معنيت وزراء؟ مثل الوزراء عند صدام حسين أو عند معمر القذافي أو عند الخمينيين، ملو شيء قيمة، بس يجرب إنه يعمل شيء لبلاده بيقتلوا. إذا موصفين مثل تلاميذ المدرسة، هيك بتقول وهيك بتعمل. وكان موجود السفير ريتشارد مورفي يلي هو كان أنذاك رئيس دائرة الشرق الأوسط بعد ما عمل سفير عدة مرات بالشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية. فبلش يحكي الوزير كيف شايفين الأفق 1990 عن هالنظام المتين الديمقراطي، ليرتك محفوظة، جيبتك محفوظة، حياتك محفوظة، بس تعوز تستثمر وفوت بهاللعبة. بيقف الدكتور الربيعي وبيبلش بالإنجليزي، أنا وعد حد منه إنه هذا كذب، هذا نظام إرهابي، نظام ديكتاتوري، نظام ضد الإنسانية، نظام 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 نظام. إجا السيكوريتي بتهذيب، ما فيني يطلعوه لبره، بغير دول بيسحبوه بيطلعوه لبره،
لأنه شاري ب400 باون الكرسي تبعه. فبيقولوا له إذا بتريد روق عود، الغاية قعدوا وقفوا، بينزل ريتشارد مورفي شخصية وموجود بعضه طيب، وبيقرب بيحكي معه وبيطلع فيه بيقول لي روقه. قال له أنت شو بدك؟ أنا بجمعك. قلت له هي إيز إيه دكتور؟ قال له دكتور أنا بجمعك بالوزير اللي عم بيحكي وأنا بكون تالت بيناتكم. ما قبل الدكتور موفق ربيع. فقعد صور يحكي معي عم نسمع عن ما بقى له إيمي سمعته. قلت له ليش ما قبلت؟ جاوبني حرفيا. السكنت ما جيت على أمريكا ولا شيء، فبعيني على الولايات المتحدة الأمريكية. قال لي ما عندي برنامج، لو عندي برنامج كنت بوقفه باجتماع وبحط البرنامج. بقيت بدانتي لهلو. وقت جيت على أمريكا وبلشوا يدرسوني ويتعبوا علي بهالشكل هذا، علموني استراتيجيات. يا خي انت رايح الله على اوتيل بالمون بإهد انت تاكل، بتحط استراتيجيتك. شو بيقول الإمام علي بن أبي طالب؟ بيقول النجاح طريق واحدة مش طريقان، فرض طريق. هي انك تفكر، توضع استراتيجية تبعك، المخطط تبعك، وخلي سرك بمعدتك جوه. اوعى تعطي سرك للشجرة. لما بتجي نسمة الهواء بتكشف سرك. لا تتعتب يومتها على الشجرة ان هي عطيت السر، اجا الهواء وجاب السر. اذا بتروح وبتقعد عندك استراتيجيتك، انا بصرف 10 ليرات. إذا الرولات ولعب الورق منه مزور لصالحي، بعرف بصره، بعرف بلعب، بعرف بشبك الورق على طريقته يكون لصالحي، ما بقعد ما بلعب. إذا استراتيجيتك هي المهمة. هلو ليش عم بحكي للثورة هالشي؟ 14 أودار ما كان عندن استراتيجية. يعني قرنة شهوان لو كان عندنا استراتيجية انه اذا بيزبط معنا خروج الجيش السوري، شو هي استراتيجية سرية؟ شو معنيت سرية؟ لازم تكون موجودة مع سمير باك الزعيم الوطني الكبير، سمير باك فرنجية، والدكتور الوطني الدكتور فارس صعيد، والوطني الكبير نسيب لحود، وواحد تاني رابع، ويبقى هالسر مكموش بيناتهم. لما بلشت اكتب لنا انتخبوا رئيس جمهورية وين ما كان، ما عندنا استراتيجية، فشلوا فيها. ما يخي ما بتكن تروحوا. يعني وقت اللي راح الزعيم الوطني سليمان فرنج، الزعيم الوطني سمير باك فرنجية، راح اجتمع مع هو والاستاذ المحامي الوطني الكبير سمير عبد الملك، اجتمعوا بحسن نصر الله يعطوه ضمانات انه نحن كلنا لبنانيين، طلع الجيش السوري وكلنا لبنانيين، كان لازم يكون عندنا استراتيجية. اذا حسن نصر الله ما مشي معا بهيك الوقت 100% وقال لنا انا جزء منكم، مننفذ استراتيجية تبعنا. هاي بالغلطة اللي عملتها 14 ادوار، اكتب لنا وقال لنا انتخبوا رئيس جمهورية تحت الشجرة، لانه كان الرئيس جورج بوش بده يعلن، بده يعلن فورا اعترافه برئيس الجمهورية. تركوا ليش بكن تطلعوا عبابته؟ وليش بكن تروحوا عند البطريرك الراعي؟ انتوا الأربعة اللي جايين من قرنة شهوان انتخبوا رئيس الجمهورية بالشارع. كان وقف الله يرحمه الوطني الكبير جبران التويني وعمل له القسم الشهير تبعه، أقسموا بالله العظيم. مشيت الشرعية، فاتوا كانوا 10,000، ما بدي سميهن منه، في واحد عنده 10,000 مقاتل كان حطهم بالحرس الجمهوري،
احترفوا الشرعية، حطوا إيدن على أموال البنك المركزي على الحرية، صورة الميزانية بإيدهم، ما عملوا. ليش بنطلع عب عبدة وليش ما بنطلع عب عبدة؟ كانت غلطة كبيرة. هالغلطة الكبيرة مين اللي انتبه له؟ الطبيب موفق الربيعي انتبه له، قال أنا مني قادر أقعد معه، مع أنه طبيب متعلم. ليش؟ قلت له، قال لي لأني أنا ما عندي برنامج. لو كنت سنتين بأمريكا قبل ما شفته كنت قلت له هذا البرنامج، كنت أعطيته إياه رأسا من روسة. احكي هيك. هلو هيدي هالمثل اعطيت كنية. مثل الثاني، وقت اللي انعمل المؤتمر بطهران بعهد الخميني، راح الطبيب الوطني الكبير موفق الربيعي الى طهران لحضور المؤتمر. الله يرحمه محمد باقر الصدر موجود ضمن الحديث، هو حكي لي هالقصة. قال له، وكان يقول لي يا لبناني اسمع، قال له صدام حسين ظلم بكل شيء، صدام حسين ظلم بكل شيء، بس كان عادل بظلمه بكل شيء. شو معنيت عادل؟ كان يقتل من كل الناس، السنة والشيعة والكردة والأزيادية والمسيحيين، وجمعن كلهم، دبح من كلهم. ليش؟ هو وحافظ الأسد بنفس استراتيجية، ما في شيء اسمه. مرة رفعت الأسد بيقول لميشيل مرهيش، وحكاها عدة مرات قدامه، ومش قدامي من نيلاتي أحفظ السر مع الناس يكونوا قاعدين، إنه رفعت بيقول له مني هالقوميين السوريين الموجودين، أي قوميين سوريين؟ قال عبد الحليم خدام، طبعا كلام ما بيطلع عبد الحليم خدام إذا ما وعطيه الأمر الرئيس الأسد، بحضور نبيه بره وبحضور الله يرحمه إنعام رعده. هال قال لن أي وطن جي ولا بتحكوا فيها، ويشعر عليهم. هلو بالحقيقة وحسن نصر الله منهم، ما بيأمنوا إلا بحيلهم. ميشيل عان منهم، ميشيل عان على صبوطه اللي لابسه لبنان وأرسته وحدوده وكيانه، وعلى صبوطه بكركة والدمان ومرمرون وطيزو سوي. عاوني هو الله. هابت كنت فهموها، صدام حسين كان هيك وحافظ الأسد كان هيك. بعد ما نفذ، إذا بتتذكروا، بعد ما نفذ، ألا حوصلك إياها، بعد ما نفذ عملية، بعد ما دفش تتحصل عملية إهدي بعدة عملة على أمثال وصورة جان عباد وكريم بقردوني، عندنا كتير عملاء رايحين وجايين، نفذت عملية إهدي، انتبه للرئيس فرنجية. وليش بدي أقولكن انتبه لي؟ وقت اللي قام بزيارة بنقل طلب لويس المعراوي، الشاب آنذاك سليمان توني فرنجية، بيقول له رفعت الأسد، إذا حدا بيقولك إنه جدك منه واوي بالسياسة، واوي ونص بالسياسة، يعني قدير كتير بالسياسة، كمشل اللعبة 100%، عمل شغلتين. بعشرين تموز بعد قصة إهدين سنة 78، طلب بده يشوف الرئيس الأسد، ودوله إليكوبتر السوريين، طبعا بنقل طلب الرئيس الأسد، قابلوا باللوضئية بحضور علي دوبة ومصطفى طلاس. قال له أنا عائلتي ماتت، ما بقى ترجع.
أنا جاي أطلب منك كأخ عربي، عطوه التغطية العربية، سلسلة له قلبه الحوض الإسلام، إنك بتتركني موت وكرامتي علي؟ قال له روح عوض بأسرك بصغرتي، بدي يعملوا محج للسياسيين. نعم، الشغلتين وقت اللي كان كمان يقول حافظ كرامة العرب، هيدا اللي بده إياه. شون عباد شو بيمثل يحكي عروبي ويبخر ويشيل ويضحكوا للرئيس الأسد؟ هون الكلمة الأساسية، حافظ كرامة العرب، هيدا اللي بده إياه حافظ الأسد للتغطية. إذن حسن نصر الله ظالم بكل شيء، ظلم على كل اللبنانيين من أبناء الطائفة الشيعية قبل غيره، ولكن كان ظالم، كان عادل بالظلم تبعه، قتل من كل التوقف بلبنان ونفذ مقتلهم. من هون انتو جماعة الحراك استراتيجية واحدة هني عنده نفذوها بالشهيد الحي مروان حمادة، بدين يشيلوا العقل الذكي، احنا المنقول الذكي هي العقل البرين بيقولوا بالغرب، مروان حمادة، من حد وليد جنبلاط ومن حد رفيق الحريريتي يستفردون. اذا انتو هلا قسموكن، انتو القيادة، القيادة استراتيجية، يلي كمان حكيت على 14 أدور قبل ما أرجع عليكم على الثورة السورية، التهيوا بالوزوزوت. لشو المجلس الوطني اجتماع؟ ثورة مثل هيدي بدها عرض عضلات، وبعدين الائتلاف مشين شو؟ أربعة خمسة ستة عقول ما حدا بيعرف من إنه، وبيحطوا واجهة سياسية واحد، هن بيخططوا للثورة ما عملوه، عملوا الشو أوف. صار كل واحد بده ينصب على ميشيل مرهج، ميشيل مرهج بده ينصب عليهم، عينوني رئيس وزورة، صار ميشيل مرهج بده يعمل رئيس وزورة بسوريا، انه الثورة انتصرت، لعبة ولاد صغار. وعطينا تنروح نحضر مؤتمر القاهرة، مشان شو مؤتمر القاهرة؟ هذا كله ما كان لازم يصير. أربعة خمسة ستة الماكسيموم هني بيحكوا بشخص هو يظهر على الواجهة. شو بيعمل حافظ الأسد؟ حط وزير دفاع مصطفى طليس، شب حلاوة وظهور على ولكن هو وزير الدفاع، ما بيتخلى الجيب، ما بيخلي الصلاح يطلع برات إيده. يعني مصطفى طليس بيعرف بوزارة الدفاع السورية، أنا بعرف أكتر منه بوزارة الدفاع الصينية. إذن هلا صنفوكم، أريق سميكم منكم مع أجهزة الدولة، كسر عن رقبتهم. يعني العماد عثمان بيقدر يوقف السيارة تبع وفيق صفا؟ لك هج هو ونجومته، شفتوا كرشه للعماد عثمان؟ بلا بيجيبوا بنت من صغرته والفرع المعلومات وبدني حقه معي، باش بكنت حقه معي؟ انسرق لبنان والنهب، شو بتعمله؟ والنظام الإيراني السوري حزب الله جزء لا يتجزأ يا عماد نسمه، يا عماد عثمان، من اللي أنت بتسميهن العدو. ليش؟ صديق صديقة صديق عدو عدوة صديقة. المثل كتير بسيط، طالما عم بينفذوا كل شيء بطب صلحة أنا بهمني يضلوا موجودين. إذن أنت عماد عثمان شو فرع المعلومات على هالناس الأبرياء اللي بالشوارع؟ هول بدهم ياكلوا ويشربوا، بدهم يأملوا مستقبلهم، شي ما معه تياكل، شي ما معه تيشربوا، شي بده يأمن مستقبله. انت جاي عم تعطقلهم انت ومخابرات الشاشة والقصص؟ لك هالولدانات وين بدي يوصلكم؟ انتو الموجودين، اسمعوا هلأ صنفوكم. الأسكية بدهم يصفوكم واحد ورا التاني. تذكروا مني هالحكي، النص ذكي بدهم يفوتوا على السجون وياكلوا قطل، مثل ما عم بيكمشون هيك بفوتون وبيناموا الخبط فيهم.
عملوها بإيران، عملوها بالعراق، عملوها بسوريا، بدهم يعملوها بلبنان. كانوا يعملوها لما كانوا السوريين حاكمين لبنان، يستعملوها بلبنان. ليه بيخلوني شخة وبيربطولن تما يقدروا ببولتن تما يقدروا يشخة وبيشربوهن شوي؟ هذا كله هالعذاب. ثلاثة، واللي بيهرب بيسهلوا له هريبة يلي ما بده يكون من هالتنين. بعدين للمورني، ما بدي احكي عن كل المسيحيين، عن المورني كل كنسوي، طمنوا بالكم بدن يجربوا بواسطة ميشيل عون يصفوا يقتلوا الوطنيين والأسكية بالمورنة. هيدا أول شيء. إذا ميشيل عون خل بمحل بيستعملوا المردة. ثلاثة، كل العمليات اللي بدها تصير على الشخصيات الوطنية المارونية اللي مؤمنة بالاستقلال وبالكيان وبالدستور، وانه المواطنين نحن جزء اساسي من لبنان، بيغطي عمليات القتل كلها بشورى الروعة. في اثنين مكموشين بملفاتهم، ميشيل عون وبشورى الروعة، ما بيقدروا يطلعوا من ملفاتهم، بيفضحوهم وبيقوموا ميشيل عون وسليمان فرنجية عبشورى الروعة بس يغلط، وبيقوموا سليمان فرنجي وبشور الرعي على ميشيل عام بس مش يغليد، بس يجرب بده يقلب. إذن هذا الوضع، مشان هيك الثورة ليه تغلطوا غلطيت؟ المجلس الوطني السوري 14 أدور، المجلس الوطني السوري والائتلاف، ليه تغلطوا غلطتهم؟ القيادة تبعك استراتيجية، وتذكروا بدهم يودوا واحد تيفوت تيعمل رابور، مثل ما كان جون عزيز يعمل رابور بقرنة شهوان لميشيل عون، وميشيل عون يسلمها لجون عباد والكريم، أو الكريم بقردوني بتصور الجون عباد تيعطيها للسوريين. هذا شيء بكن تسمعوه، مشان هيك اسمعوني كتير منيح، هذا الوضع كله سوي. هلو بعد ما يخلصوا من هذا كله من التنظيف، ميشيل عون إذا ميت ما بيشوف الشيء، وإذا منه ميت بيشوفه. أعراضك وإنتي وجبرون بيسيل ما عن نلاقي أعراض مين بدهم، خصوصا بناتكن وبنات بناتكن ومالكن وبشورى الروعه. بالاخر بدهم يلتفوا عليكم. اوعى تفتكروا مثل ما انتم خنتوا او اوطانكم بيعرفوكم بكن تخونوهم بعدين. هيدي رسالتي لكم. اذا الثوره بده يكون في قيادي بالسر، لانه سته لانه اربعه هني عم بيراقبوكم. حبيتوا تسمعوا بتمنى عليكم، ما حبيتوا تسمعوا الثورة السورية ما سمعت مني، بلشوا بالأغلاط المجلس، قلت لكم لخسور ميشيل مرج يتحكوا عليه وهو يعتقد انه بده يعمل رئيس وزراء بالثورة. أقل شيء رئيس وزراء يخبط اجله هيك ويعمل بإصبعه انه هو بده، هو قاعد بباريس قول هيك خمة، يعني في خمة. مثلا كرم ملحم كرم، أعطيكم واحد من أزلام ميشيل مرهيج افترى عليه، لو كان كرم ملحم كرم يسأل المخابرات هيك وقوعي هذا اللي جرب يعملني اش بيعمل ببيريز، هل هو ساكن بيريز؟ اتأكدوا منه، معه عائلته ببيريز؟ اتأكدوا منه، كيف ساكني هالعائلة كلها هون وهني من المقيمين؟ تكم شو اللعبة كلها سوا؟ ايه
ميشيل مرهش بدك تنك مش بكل تحويلاتك على أمريكا مو مدفوع ضريبة. الضريبة بضطولك أنت هلو لح يجي وجاي تنطلب. أنت ما فيك تنصب هيك. اللي اشتغلوا عندك ما دفعوا ضريبة ليه بفرنسا وليه بالأردن وليه بأمريكا. بيعلنوا شي بسيط هيك إنه ما بيطلع عليهم شي ضريبة وإن يعني يغدوا سروات ما يشيت. وأنت عارف هالشي. ليه روجي عاصي ما فيك تمزح مع الأمريكان. وليه 500 مليون محامي مثل روجي عاصي لأنه روجي عاصي وإلي وقيم بدهم يتحاكموا يوم من الأيام بلبنان. تآمروا على الشعب اللبناني يعملوا لأمثال ميشيل مرهيش شي وهمي بوهمي تيشتري أكتر ما بيحق له بموجب القانون أراضي ويصير سبيكوليشن مضاربة عليه. يعني الشعب اللبناني يفطر وينظلم. وهذا كله جاي. هذا هالفيديو مسموع وين ما كان. ما في شي فالت اليوم بالعالم. مخابرات العالم كلها بدها تسمع. سرقوا مصريات ثاني أباشا وبدكن تحكوا بالوطنية وبالمارونية يا عبشو مليكو بأمركم 100 مرة.